بنا دائما لقاءنا مازال متواصل معكم برنامج غذاء وشفاء برفقتكم لمياء المساوي والدكتور عماد ميزابو. اليوم كنتكلموا على او غادي نتكلموا يلا غادي نبداو حديثنا على الاكل الساخن. دكتور عماد، تجربوا بزاف ديال الدراسات والابحاث اللي كتقول لك بانه الاكل من الاحسن اننا ما نتناولوش يكون سخون بزاف وما خصوش يكون بارد بزاف. كاين اللي كيقول لك لا، بعض الاطعمه من الاحسن انها تكال بارده واطعمه اخرى من الاحسن انها تكال سخونه. الوغ فضل هذه المعلومات الكثيره اليوم غادي نعرفوا شنو الصح وشنو الغلط، ولكن بطبيعه الحال احنا دائما المرجع ديالنا الدين، لانه ديننا الطب النبوي، السنه، القران الكريم، سبق الابحاث العلميه. دكتور عماد، فاكيد ان العلماء من الناس اللي الله سبحانه وتعالى كيقدرهم، يعني الناس اللي الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عليهم. لماذا؟ لانه خلقهم ويعلم ان العلماء هما اللي كيزيدوا يبينوا الحقائق ديال الاعجاز ديال الله سبحانه وتعالى. فهنا غادي نمشيو شويه السنه النبويه، النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو معهود وما ما وجد. فكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اذا صنعت الثريد، يعني نوع من الاكل، غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. إذن أن الماكلة كانت كتحطها كتفور، ولكن كتغطيها حتى كتبرد واحد شوية عاد كتكال. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. إذن هنا كنفهموا بأن داك الشيء اللي كيغلي والبخار اللي كيكون كيطلع من الأكل، أن من الأحسن نحطوا الأكل حتى يبرد وعاد ناكله. فهنا كما حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما دائما نتعلم من سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعطينا دائما الطريقة الصحيحة، لأنها سنة، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مفروض علينا كمسلمين أو كمسلمات. وعلاش؟ الله سبحانه وتعالى باش يبان أن الله سبحانه وتعالى ليس اتباع الرسول غير في ما هو ديني، فكنشوفه أنه اتباع شامل، اتباع لا من ناحية الصحية، لا من ناحية العلاجية، لا من ناحية الأخلاقية، لا من ناحية السلوكية. فالإنسان اللي التزم غير بالقرآن والسنة فإنه سوف كما نقول سوف يعيش حياته المتوازنة. وهنا إن شاء الله غادي نشوفوا علاش هاد الماكلة دي اللي كناكلوها وكتكون سخونة بزاف كما الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، شنو هما الأضرار ديالها. وهادشي غادي نلخصوه في خمسة ديال الأسباب اللي بينها العلم والأبحاث كيكون السبب كتكون من الأسباب اللي كتأثر علينا إلا كلينا الماكلة كتكون مي كتكون سخونة. طيب غادي نتعرفوا أيضا على هاد الأسرار دكتور عماد وعلى هاد التأثير على الصحة ديالنا من بعد الفاصل. خليكم على أصوات بكم إلى يلا التحقتوا بنا على راديو أصوات، برنامجكم غذاء وشفاء. واليوم رفقة الدكتور عماد ميزاب مازال حديثنا متواصل على الأكل الساخن وتأثيره على صحة الإنسان. دكتور عماد، أكيد فكما ذكرت هنالك خمسة أسباب، فأنا لخصتها في الخمسة ديال الأسباب. فالأكل الحار، مش الحار في الحرور، ولكن الحار باللغة العربية الساخن، يتلف الخلايا اللي كتكون عندنا في الانسجه ديال المعده ديالنا وديال الحنجره ديالنا. يعني الا كان سخون بزاف فهنا كيسبب لنا السرطان، اذن كيسبب لنا تقرحات سرطانيه في هذا المستوى. الا كلينا الاكل ساخن كيحرق لنا الجهاز الهضمي، وكيمكن يعطينا الاتلاف البيولوجي ديال الجوانب ديالو، كيعطينا تشوهات في الجهاز الهضمي ديالنا. وهادشي شنو كيدي؟ كيدي العسر الهضم او عسر الهضم، وكيعطي المشاكل في الجهاز الهضمي اللي كتطور في بعض الحالات للسرطان. المساله الثالثه كيعطينا التهابات على المستوى ديال الفم ديالنا، اذا ملي كيعطينا التهابات على المستوى ديال الفم شنو كتولي؟ الحمايه الخارجيه اللي هو كيلعب الدور ديالها الفم ما كتبقاش. إذن هنا كيولي الجسم عرضة لجميع التعفنات الممكنة. طيب هنا ما كتبقاش عندنا المناعة على المستوى يعني لازون بيوكال على المستوى ديال الفم ديالنا، وبالتالي شنو كيولي؟ كيولي عندنا أن المناعة ما كتبقاش في الدس ديالنا. والغذاء الحار كما قلنا إذا ما بقاش المناعة، فمن مجرد ما كيدخل الدس ديالنا شنو كيولي؟ كيولي مجال أو يحفز المجال لتكاثر البكتيريات
منهم البكتيريا الحلزونية ولا الليكوباكتر بيلوري المجموعة دي البكتيريا تخرين. وهنا شنو كيولي عندنا؟ كيولي عندنا أن القرحة المعدة كيولي الجهاز الهضمي الحالة دياله الصحية كتولي غادة وكتدهور والإنسان ما كيعرفش السبب. وهنا كيكون السبب دياله هو طريقة ديال الأكل أو طريقة كيفاش كناكلو هذاك الأكل. مسألة أخرى هو الخامسة في الاستنتاجات العلمية أنه ملي كناخذوا هذا الغذاء الحار أو هذا الغذاء الساخن كناكلوه بحال هكا بديك الطريقة شنو كيدير؟ كيمشي لنا كيحيد لنا دوك الشكل ديال الجهاز الهضمي كما قلنا من الداخل كيتقرح كيولي عندنا فيه حفر. ملي كيولي حفر شنو كيتبع؟ كيتبع تكون بعض الحالات كيولي دوك التلالات الصغار. التلالات الصغار كيمكن يتطوروا ويعطيونا سرطان او في بعض الحالات هذوك الحفار كيولي التموضع ديال البكتيريا فيهم كتولي البكتيريا وماشي البكتيريا النافعه ولكن البكتيريا الضاره كتموضع في دوك الاماكن وكتولي كتفرز لنا الغازات ديالها وكتولي كتكاثر تما. وهذه في بعض الحالات اللي كنلقاو الناس انه مالو كيقول لك انا فمي مزيان الحاله الصحيه ديال الاسنان ديالي مزيانه ما عنديش مشكل ولكن منذ اعوام اعاني من الرائحه الكريهه في الفم ديالي ما كتحيدش ما خليتش فين مشيت. فاقول له وأقول لها يا أخي ويا أختي هذا المشكل هذا كيكون في السلوكيات ديالك في طريقة التغذية ديالك. أن طريقة التغذية خصها تكون واحد الطريقة سليمة وفي السلوكيات فمن بينها هو نتسناو الماكلة حتى تبرد واحد شوية عاد ناكلوها باش نستفدوا منها. وإلا هضرنا هذا الشيء على الأكل فكنهضروا عليه حتى على الخبز لأن كان كما سمعنا في الرواية هناك الثريد اللي هو نوع من 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 الخبز فحتى الخبز حتى هو كيخصنا ناخذوه وهو ما يكون سخون بزاف يكون دافي فهمتي من الأحسن. وأنا كنعرف ناس يتبعونا كاع السنة شنو كيديروا كيطيبوا الخبز ديال اليوم وكياكلوه حتى لغد ليه باش كيستافدوا منه. وأصلا أن بينات الأبحاث أن حتى الخبز ملي كيبرد كنوليو كنستافدوا منه أكثر وكيتخلص منه الجسم أكثر من أنه يدخل للداس ديالنا وهو سخون. طيب هذه معلومات كلها مهمة كنتمناو أننا نلتزموا بهذه القواعد وناكلوا الأغذية ديالنا بجميع الأنواع ديالها والأشكال ديالها تكون دافية ما تكونش سخونة بزاف. وكنلاحظوا أن حتى ملي كناكلوا يعني أي طعام ملي كيكون دافي كنتبننوه اكثر لان ملي كتاكلو سخون يلا كتولي خايف لا تحرق اللسان ديالك ولا تحرق الفم ديالك فما كتمتعش به اكثر. كلما كان دافي كلما كنتمتع به اكثر وجسمنا كيستافد منه. شكرا لك دكتور عماد مزابه.